كابتن اسلام، شايف ازاي اداره جوزيه جوميز لنادي الزمالك في الفتره الاخيره؟ هو مستر جوميز ما اتغيرش قوي من اول ما جه مسك نادي الزمالك. هو الراجل واضح جدا وهو بيدافع، وواضح جدا وهو بيهاجم. وهو بيدافع الراجل ما اختارش لا الهاي بريشر يعني الضغط العالي، ولا اختار اللو بلوك يعني ان هو يدافع في اخر 30 يارده. لا، الراجل اختار ان هو يدافع من اول خط النص زي ما احنا بنتكلم اللي هو الزون ديفنس. وهو مستمر على الوضع ده، بيشتغل ب 4 5 1 او 4 4 و1 1 ده في حاله الدفاع. ما غيرش الموضوع ده في كل مبارياته، حتى لو كان هو متاخر، حتى لو كان متقدم، حتى لو كانت النتيجة ايكوال، هو الراجل ما بيغارش. ايضا وهو بيهاجم الراجل برضو واضح جدا ان هو بيعتمد على ان الكرة بتطلع من تحت سليمة جدا، البيلد اب اللي احنا بنقول عليه بنى الهجمة واضح جدا صريح جدا عن طريق الاثنين اربعة وخمسة اللي هو المسلوسي وحسام عبد المجيد، بيبدأوا يشغلوا دونجا، يشغلوا عبد الله السعيد. وخد بالك يعني النتيجة لان الراجل بيفكر قوي في بناء الهجمة، رجع عبد الله السعيد. كلنا عارفين ان عبد الله السعيد هو افضل مركز ليه ومركز 10، لكن مع جوميز شغله في رقم 6، ويعني 6 اقرب من 8. لا، هو مش اشتغلش 8 كتير عبد الله، لانه دايما هتلاقيه في التلت الاولاني، لانه هو عايز يبني صح. هو عايز ابن صح، وبالتالي رجع عبد الله ان هو بيشتغل هنقول 6 بشرطه، لكن هو ما بيلعبش 8، لانه قليل جدا لما بنلاقي عبد الله بيعدي ال 60 يارده. يعني هو اخر نص الملعب والدايره ويستحوذ تاني. فاذا جوميز من المدربين اللي من الممكن يغير في اللعيبه، وده شفناه في الموسم اللي فات في اخر حوالي 5 6 ماتشات، وكان في انتقادات كبيره جدا عليه، لكن طريقه اللعب واحده. هو من الممكن يغير في اللعيبه، من الممكن يغير في البوزيشن، ممكن يغير في الوظائف اللي هي بتتقال للعيبه، لكن ان هو يغير طريقه اللعب لا. هو من المدربين اللي محافظ جدا جدا على طريقه لعبه. وخد بالك برضو يا احمد، انت علشان انت كجهاز فني انك تحفظ لعيبتك ازاي بيدافعوا وازاي بيهاجموا، دي ما بتجيش بين يوم وليله، دي بتبقى مشكله كبيره جدا وبتاخد وقت كبير جدا. فهو الراجل محافظ على الحته ديت. نتيجه بعض المواقف الاستثناءات، ان انا متاخر او شايف ان الفرقه اللي قصادي ما تستدعيش الطريقه ديت، من الممكن يغير جوه اللقاء. صحيح. يعني بدل ما بلعب زون لا هلعب هاي بريشر، بدل ما هلعب هاي بريشر هلعب الضغط العكسي، بدل ما هبدا بالبيلد ان هبدا كور طويله لسبعه و11. دي بتحصل وارد، لكن لما بتتكلم على الديفولت لا، الديفولت هو الراجل من ساعه ما جه نادي الزمالك له شكل دفاعي، له شكل هجومي، وده كان نادي الزمالك مفتقده اخر سنتين ثلاثه قبل ما يجي جوميز. نادي الزمالك ما كانش له هويه، كان بالهويه، يعني هو نادي الزمالك بالاسم، لكن طريقه الهوية لعب الهويه الفنيه مش موجوده. ما كانتش. برافو عليك، برافو عليك. وبالتالي لا، نادي الزمالك دلوقتي وانت مغمض من الممكن تقول هو بيدافع له شكل، وهو بيهاجم له شكل.